صح شيفتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم حديثنا قياس. توكي يبدا الواحد النهار كامل مع ولده وهو يزي اركح سيب من يدك نحي من فمك هكا في الاول وفي الاخر يربي فيه، يقول له شنو لازم يعمل وما يعملش. اما بالله يقولوا لي كي يبدا الواحد هكا مع مرته والا تبدا المراه هكا مع راجلها، تخوش الواحد معرس ببنيه صغيره والا بطفل صغير. الواحد يبقى يعمل في الملاحظات وحدهم وقدام العباد لين يحشم على روحه ومولى الدار مش هوني كيما في حلقتنا لليله. خليونا نتفرجوا شنو حكايتهم هزوز شباب معرسين ونرجعوا بعدها ونكملوا كلامنا في برنامج حديثنا قياس. راهو اللاعب راهو اللاعب تشيلو ما ترحموش، يمشي 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 صحيح تمشي. يختي اللعبة تحمل يمشي يمشي عليه هكا عليه عليه شو اللي بدك تقولي؟ عم فكر اني اختار جارية من جواري الحرام لك لحتى تكون وصيفتي بقصري. شو مستنسة تفهم؟ شو تفهمنا؟ شو قلت لك ماش تعود هذا؟ قديش نقوم نتبع فيك؟ أنا بدي صادقة تكون ما يجيش راه مصلحتك أنت لصحتك ما تعرفش قديش فيهم جراثيم هكما؟ مولاتي ناهي دوران صلى زمان ما عم تبين، صحيح هي مزعوجة؟ مين قال إنه مزعوجة؟ لأنه صار أيام رجعت سيارتي، فالكل عم يقول انزعجت من رجعتها. يلي سمعتوه مو مزبوط، السلطانة ناهي الدوران ما أنا مزعوجة. شو عمل؟ ولهيك حاول تحكي في روحك. عن جد عم تحكي؟ سمعتوا اللي سمعتوا؟ قال حامل رح يجي ابن جديد للسلطان وهالشي أكيد رح يزعجه له يام حاله. مولاتي مصطفى عم يلعب وأنا رح ضل معه. صادقة؟ قربي لعندي. أخي لا مش جابوها عم قل لك قربي. مش تفهم؟ يا سيدي الراجل هذا ولا كل واحد يعرض عنده هيك العادات السيئه متاع مرته ولا يحاول ينحيها له من غير ما يشعر، وهكا حتى هو ركبته عاده فيها الباهي وفيها الخايب، على خاطر مش برشا يقبلوا باش شكون يصلحهم او ينقدهم او يقول لهم راكم غالطين. اما خلينا نرجع لهالعادات السيئه اللي يشوفوها عند برشا من الناس صغار وكبار، واللي يقولوا الخبراء انه عندها برشا اسباب وعوامل، بعضها يرجع للصغرى والتربيه
والبعض منه يرجع للخوف والتوتر. والحصيل قليل وين تلقى عائلة ما فيهاش على الأقل واحد من أفرادها ما عندوش واحدة من هالعادات السيئة. وهو كي يجيو يشوفوا نلقاو إنه العيب كي يولي عادة صعيب إنه نقضيو عليه. أما إذا كان الواحد يقف مع عاداته السيئة هذه كل مرة بمواقف وقرارات وخيارات جديدة يولي نجم يتغلب عليها. كيما مثلا الشاب اللي يمص في صبعه الصغير، الطبيب نصحه باش كل مرة يجي يمص صبعه يختار صبعه آخر غير اللي مستانس بيه، ولا كل مرة يهز يده لفمه يلقى إنه لازم يختار وبشكل واعي الصبع اللي ماشي يمص نهارتها، وما كملش الجمعة إلا والعادة السيئة هذه تنحات له. علاش؟ على خاطر فهم كوني ما تسحقش هذاك الجهد الكل والتعب والوقت الضايع اللي على خاطرها، خلاف طبيعة المضار متاعها الصحية والنفسية. على خاطر أنتم تعرفوا بالطبيعة اللي احنا عايشين في مجتمع اللهم صلي عن النبي ما عندوش تنبير ولهوة بالعباد بالكل، وهو بطبيعته ما يسلمش في اللي لباس عليه وبصحته، خلي من اللي عنده عادة خايبة وراكبته، وفي النهاية ربي يشفي أمته. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. صباح الخير وليلتكم زينة.